السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم في حلقة جديدة من الفيديوهات الخاصة بالتشجيع أو إعطاء الطرق الملائمة والمناسبة سواء للآباء أو للأبناء للتدرب أو للمساعدة على التعلم الذاتي. الحلقة أو الموضوع اللي غادي نخوضوا فيه هذه اللحظة هذه أو في هذا الفيديو هو خاص ب تنمية القدرة على التعلم الذاتي، لأن هذا المشكل هذا دابا هو يعني في هذه الآونة الأخيرة، خصوصا مع هذه الفترة اللي تنعيشوها كاملين، يعني ولا فيها التعلم الذاتي يعني فرض نفسه على جميع الأسر، جميع الأطفال، يعني الكل ولا خصو يتعامل معاه ويشوف كيفاش أنه يلقى ليه الحلول، خاصة أن الأطفال ما معودينش على هاد العملية هذه، كانوا معولين فقط مثلا على إنجاز الواجبات المدرسية هي اللي تعرفوا، يعني أنه من تيجي في العشية كتكون عنده واجبات، واش عندك واجبات؟ عندي واجبات مدرسية عندي، ما عنديش كيمشي تيريح صافي، تيتفرج في التلفزة أو تيلعب الألعاب الإلكترونية إلى غير ذلك. ولكن حاليا التعلم الذاتي هو يعني مفروض خلال استعمال الزمان ديال جميع الأطفال والطلبة، وبالتالي كاين واحد المشكل كبير اللي كاين كتعانيه الأسر اللي قلنا بأن الوليدات ديالهم تيرفضوا أنهم يتعاملوا أو لا أنهم يقراوا ذاتيا. ومني كنقولوا يقراوا ذاتيا راه عكس إنجاز الواجبات، لأن ملي كنقولوا التعلم الذاتي هناك بعض المواد اللي خصو يدرسها ويتعلمها في البيت، أو لا مثلا لأن كيف ما تلاحظوا وكيف ما لاحظ الجميع بأن بعض المواد يعني خلوها دائما أنها تدرس عن بعد، وحتى المواد التي تدرس يعني حضوريا الحيز الزمني نظرا لضيق الوقت واستعمال الزمن كيف ما قلنا أنه تنقص، فبالتالي ولات يعني الحيز الزمني ديال المادة تقلص، وبالتالي ولاو كيلقاو الوليدات صعوبة في التعلم يعني في المدرسة. لذلك كان من الواجب أن هذه العملية هذه تكمل في البيت، وباش تكمل في البيت كيخصها أنها تقام على الوجه الصحيح ديالنا، وقلنا بأن راهي عكس ماشي الواجبات المدرسية، وإنما هناك تعلم، عملية تعلم وعملية تدريس، عملية تدريس يعني أو مرافقة من طرف الآباء، والتعلم هو يعني بالنسبة للأطفال اللي هما يعني كي هو بوحده غادي يتعلم. إذا فهذا التعلم الذاتي راه خيار اللي هو استراتيجي واللي تبناته الدولة على أساس أنها باش الوليدات ما يحسوش بذاك النقص أو باش ما يكونش عندهم نقص في الموارد وفي المعرفة. فكما تنعرفوا بأن المدرسة هي يعني اللي كانت المورد الرئيسي اللي كيمشيو ليه الأبناء من أجل الحصول على المعرفة، وبطبيعة الحال عندنا يعني أطر وأساتذة اللي هما مكونين يعني تعرفوا الطرق ويعني الطرق والوسائل باش كيخدموا. الان لي بارون هما اللي ولاو كيقوموا بهذه العمليه بمرافقه الابناء ديالهم او الابناء. اذا فقط كيخص الوليدات انهم ما امكن اننا نحاولوا ان نشرحوا ليه او نبسطوا ليه هذيك المعرفه المراد يعني تقديمها، ونخلوه نحاولوا ما امكن اننا نخلوه هو يبحث، نعطوه يعني هذه فترة أو لا مرحلة أو لا فرصة أننا نعطيه كيفاش نخلوه يبحث على هذه المعرفة باش يكتسبها هو بوحده يكتسبها، ومن طبيعة الحال خصنا نوفروا ليه جميع الوسائل كيف ما قلنا من لي بي سي، من لي تابلت، من التليفون، هذه أشياء اللي هي صبحة ضرورية ما بقاش يعني مسموح لنا أننا نحيدوها عليه أو لا أننا نقولوا ليه لا مثلا بحث بهالطريقه، ولكن لا خصنا دابا المعرفه يعني ولات متوفره بهذه الوسائل هذه، وبالتالي يمكن لاي واحد انه يبحث عليها. حتى بالنسبه للاباء اللي عندهم مشكل في هذا مثلا المستوى الدراسي
ما وصلوش لواحد المستوى مثلا دراسي اللي يأهلهم ولا شيء، راه الامور انها بسيطه فقط، راه بواحد النقره على واحد الزر كنبحثوا وكنلقاو جميع المعارف جميع الموارد غادي نلقاوها موجوده وناخذوا منها ونشوفوا حتى الطرق ونشوفوا حتى يعني الوسائل المستعمله والاهداف وما يراد يعني من خلال هاد الدروس. اذا وكنوجدوا راه كاين عندنا في التاريخ ديالنا سواء كان المغربي او الاسلامي او حتى في التاريخ العالمي راه كاين شخصيات كبيره اللي هي ما تعلمتش في المدارس. ناخذ مثلا على سبيل المثال لا الحصر محمد شكري الكاتب المغربي المعروف اللي يعني انه ما تعلم حتى لواحد السن كبيره وكان فقط كيتعلم كي يعني في بوحده. يعني هناك بعض الاباء ديالنا حنا مثلا وفي الطبيعه ايضا راه كنشوفوا، انا دائما كنرجع للمساله ديال الطبيعه اننا كنشوفوا كيفاش ان الحيوانات لا تدرس الطيور الى غير ذلك ولكن تتعلم كيف تعيش، كيفاش كتصطاد، كتولي كيفاش انها كتقلب على لا بالنسبه للنباتات لا بالنسبه لكل شيء، كل شيء تيتعلم في الطبيعه. اذا من اش تيتعلم؟ تيتعلم عن طريق التجربه وعن طريق التكرار وهكذا كينجحوا في هاد العمليه هذه. اذا وايضا ما ننساوش بان هاد التعلم هذا الذاتي هو كيساعد بزاف الاطفال على تطوير المعارف ديالهم وتطوير القدرات ديالهم وايضا حتى في تقويه الشخصيه ديالهم، لان الطفل ملي كيولي في المره الاولى ملي كان كيكون كيعتمد على الاستاذ انه هو اللي يجيب ليه المعرفه يعني انه من خلال الامتحانات الى غير ذلك وهذه الاشياء، هو الان ولا هو مصدر للمعرفه، هو أصل مصدر للمعرفه أني ولا تيبحث عليها بوحده ولا تيقلب عليها. هنا الشخصيه ديالو تتقوى كيولي كتزاد الثقه بالنفس ديالو كيولي عارف القدرات ديالو وكيزيد كيطورها وكي يحاول ما امكن انه يبحث عن ما هو احسن. وراه احسن تجربه باش تعرفوا ان التعلم الذاتي هو مثلا راه التعلم الذاتي ماشي فقط القراءه، احنا دابا احنا في التعلم الذاتي يعني في اكتساب المعارف يعني التعليميه، راه عندنا تجارب مع الاطفال مثلا الاطفال اللي كنحكموا عليهم على انهم فشلوا دراسيا تيخرج من السنه السادسه او تيخرج من اي مستوى من المستويات ولكن كيمشي وتيتعلم حرفه من الحرف. الغريب هو ان هؤلاء هاد الاطفال هادو يعني اللي كان ما تيتقنش الحساب اللي كان ما تيحفظش مثلا جدول الضرب او ما تيحفظش مثلا المواد ديال مثلا القران او لا مثلا التربيه الاسلاميه او لا ما كانش كيحفظ مثلا الاجتماعيات الى غير ذلك، فكيولي حافظ مثلا جميع اذا كان نجار كيولي حافظ جميع انواع الخشب، كيولي كيتعامل كان عنده مثلا مشكل في الرياضيات في قياس الاطوال كيولي كيعرف كيفاش يستعمل المتر، كيفاش كيولي كيعرف كيستعمل مثلا جميع الادوات والوسائل اللي كانت مني كانت كتقدم ليه يعني في المدرسه ما كانش كيفهمها وما كانش كيعرف ليها وكان كيبان لنا على اساس انه راه فاشل فيها، كيولي كيضبطها وكيولي كيقوم بالعمليات الحسابيه مونطالمو يعني دون الرجوع الى مثلا القلم او الرجوع الى الاله الحاسبه. وهنا يعني دليل واضح على ان التعلم الذاتي هو مرحلة أو هو يعني واحد الباب واحد المنفذ للتفوق وأيضا لتقوية الشخصية وللنجاح في الحياة. إذا فالتعلم الذاتي مرحلة مهمة وشيء مهم هو فرض راسه على الأطفال، احنا ما نحسبوش على أنه يعني شيء اللي هو يعني سلبي ولكن ناخذوه من الجانب الايجابي ونحاولوا ما امكن اننا نحفزوا الوليدات ديالنا ونتعاملوا معهم على اساس انهم باش ينجحوا في هذا المجال هذا. وشكرا والى حلقه قادمه ان شاء الله الرحمن الرحيم.